في اجتماع للرئيس السيسي مع يعني المسؤولين او مؤسسي كبرى او ممثلي كبرى الجمعيات والمؤسسات الاهليه في مصر، وتم التاكيد على دور الحكومه في دعمها لكافه المؤسسات والجمعيات الاهليه وتوفير المناخ الملائم ليهم انهم يقدروا يشتغلوا في التنميه. معانا على التليفون استاذ مصطفى زمزم، امين عام منظمه اسمعونا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ مصطفى. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا ومنورنا حضرتك، وتشرفتنا قبل كده في كلام الناس واتكلمنا عن الادوار ما شاء الله اللي بتقوموا بيها. لو حضرتك تحطنا في الصوره والاجتماع مع الرئيس السيسي. حقيقه احنا كان في اجتماع بالامس مع 15 جمعيه ممثله عن المجتمع المدني، اكثرهم نشاطا او مبادرات للعمل الاهلي ودعم دور الدوله في تخفيف العبء عن المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصاديه الحاليه. كانت الدعوة من الدكتورة غادة والي ان كل الجمعيات الاهلية الكبرى والناشطة في مجالها سواء الطبي او التنموي او توظيف الشباب وتطوير ودعم التعليم يجتمعوا ويعطوا مبادرات في 2017 يحصل فيها تشبيك من الجمعيات الاهلية. وده حقيقي حصل في اجتماعين مسبق للقاء السيد الرئيس مع السيدة الدكتورة غادة والي، لان بقى في مساحة من الثقة ما بين الجمعيات الاهلية وبين وزارة التضامن الاجتماعي، وده طفرة كبيرة جدا في تغيير نمط التعامل من الجهات الحكومية مع المجتمع المدني. تحرك الجميع على فكرة ان احنا كل مجموعة من الجمعيات النشطة في مجال التعليم تجتمع في مبادرة، الجمعيات النشطة في مجال الطب تجتمع في مبادرة، الجمعيات النشطة في مجال التوفير وخلق فرص عمل للشباب وللأرامل والمطلقات والأسر الغير قادرة اجتمعوا فاطلقنا اربع مبادرات، وهي مبادره الغذاء والدواء بيرقصها او بيرقص هذه المبادره والملف الاستاذ نيال سلام رئيس بنوك الخير، مبادره التعليم وتطوير ودعم المدارس بيرقصها الدكتور حسام بدراوي، مبادره توظيف وخلق فرص شباب هي اطلقت 100,000 فرصه عمل للشباب وللاسر الغير قادره بيرقصها جمعيه تطوير وتنميه الجامعات الاهليه، مبادره اخرى اطلقناها احنا في اسمعونا ومؤسسه الكبد المصري دكتور جمال شيحه ومؤسسه دنيا جديده وقنوات النهار، ودي الحقيقه الحمد لله اللي حظت بقبول شديد من السيد الرئيس ودعم كبير. كويس جدا. يعني الاتجاه واللي كنا بندعو له هنا حتى احنا في كلام الناس، فكره ان احنا تتضافر الجهود ونوحد الرؤيه وما نشتغلش بفكره الجزر المنعزله، ان كل مؤسسه تكون بتقوم بدور كبير قوي لكن منعزله عن الاخرى، فده بيقلل من الناتج. لا الحقيقه ده حصل تضافر جهود بين كل الجمعيات المشتركه في نفس ذات المجال اللي اضفناه له احنا الحمد لله، ان احنا اضفنا اكبر شبكه قنوات مصريه فضائيه بتعمل بكل جهد واخلاص، وده مش مجامله عشان احنا بنعمل مداخله معاكم النهارده. النهار نور شريكه في هذا العمل، قنوات النهار شبكه قنوات النهار كلها شريكه في هذه المبادره، وهي مبادره تطمن على نفسك لمحاربه فيروس سي، واحنا اعلنا ان احنا ان شاء الله مؤسسه الكبد المصري واسمعونا ومؤسسه دنيا جديده والنهار نور ومجموعه شبكه قنوات النهار كل المجموعه اللي بيرقصها الاستاذ علاء الكحكي رجل الاعمال المصري المخلص، لان هو اهدى هذه الحمله كل الدعم والتقدير، واعلن انه هيشاركنا ببرومهات توعيه وتنويه عن اماكن التجمعات في محافظه المنيا. كان لكم مجهود كبير فعلا في المنيا، يعني ناس كتير. بالظبط يا فندم، احنا اتحركنا اول حاجه في المبادره تطمن على نفسك لمحاربه فيروس سي محافظه المنيا. وحابب اشكر كمان الكابتن احمد حسن على استجابته للمبادره ورعايته. هو ليه كابتن احمد حسن ابن محافظه المنيا وهو عميد لاعب العالم ووافق على انه يكون الرئيس الشرفي للمبادره. دلوقتي احنا بنتحرك ان شاء الله هنطلق مؤتمر صحفي ضخم للمبادره يوم 14 يناير القادم. احنا اجلنا اطلاق المؤتمر الصحفي لغايه ما ننزل على ارض الواقع، واشتغلنا في كره الحمد لله، اشتغلنا في 6 كره حتى الان. هنعلن المنيا خاليه من فيروس سي في كل كره المنيا في نهايه 2017. الاستاذ علاء الكحكي تبنى معانا حملات اعلانيه مجانيه مهداه من قنوات النهار. دخلت معانا الدكتور سيد هنداوي صاحب شركه ماش بريمير وهو احد الرعاه للحمله، لانه تكفل بكل فلوس عمل التحاليل. الدكتور جمال شيحه مؤسس الكبد المصري هيتكفلوا بعلاج الحالات اللي ما لا ينطبق عليها شروط وزاره الصحه، مؤسسه دنيا جديده هتوفر مجموعه من التبرعات والدعم لعمل التحاليل والفحوصات في كل القرى. الله، يعني حاجه مفرحه يا استاذ مصطفى، فكره تضافر الجهود جداً. دي وان الكل يبقى بيشتغل بقلب كده وكل واحد في حتته بيساعد باللي يقدر عليه، فموضوع مهم ولفته حلوه قوي.
الحقيقة أنا عاوز أقول لحضرتك كمان، ويعني أفرح كل الناس اللي بيسمعونا، خاصة أبناء المنيا، إن إحنا كمان ملتقينا مع السيد المحافظ وقدرنا ننسق، ومع السيد مدير الأمن في المنيا، ومع السيدة وكيلة الوزارة في المنيا. لقينا بصراحة كل التكاتف وتعظيم الفايدة، إن وزارة الصحة كمان السيد وزير الصحة كان حاضر لقاء السيد الرئيس لما عرضت المبادرة. وزير الصحة أعلن كمان إن الوزارة نازلة في المنيا هتعمل مسح طبي موازي للمسح احنا بنعمله، لكن على المنشآت الحكومية والمستشفيات، وهتعمل مسح طبي للسجون ولطلاب الجامعة، لأنه الفيروس سي التحديد بيتعمل لفوق 18 سنة، مش أقل من 18 سنة، فبالتالي هيتعمل من طلاب من أولى جامعة. فلقينا تضافر جهود، إن السيد الرئيس اتبسط إن احنا كمجتمع مدني نازلين نعمل مسح طبي وكشف عن فيروس سي وتوعية والكشف المبكر في القرى، ووزارة الصحة بتكمل جهودنا في المنيا وهتعمل على جميع المنشآت الحكومية. فده كانت لفتة مهمة جدا ان يعني السيد الرئيس اهتم بيها، ان تضافر الجهود ما بين المنظمات المجتمع المدني وما بين الحكومة. فده شيء كان بصراحة بالنسبة لنا احنا ادانا ثقة اكبر، لانه اعلن ثقته في المجتمع المدني، طلب مننا خلال 3 اسابيع اي حد عنده اي مشكلة في اي مبادرة، في تسجيل عقبات من الحكومة، اي جهات حكومية معطلة لكم المبادرات الله او ينور، عدم يعني تنفيذها. ما نقدرش نقول اكتر من الله ينور، واحنا كمان بنؤكد ثقتنا في يعني مؤسسات المجتمع المدني ودوركم انتوا في منظمه اسمعونا، وما شاء الله المجهود الكبير اللي بتقوموا بيه الفتره الاخيره. بوجه لحضرتك التحيه استاذ مصطفى ألف زمزم شكر يا امين فندم. عام منظمه اسمعونا، وبشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله احنا منتظرين المزيد ووراكم في اي حاجه باذن الله. وحابب برضو اوجه التحيه لشبكه تلفزيون النهار كلها وعلى رأسهم الأستاذ علاء الكحكي في دعم يعني العمل التنموي وعمل الخير. بشكر مؤسسة دنيا جديدة، بشكر كابتن أحمد حسن، بشكر القائمين على قناة النهار نور، يعني كوكبة كده جميلة والتفاف حول تنمية البلد، وإن إحنا نحط ونوحد الرؤى ونوحد المجهود ونشتغل على قطاعات بعينها، بحيث إن إحنا نخرج كده زي ما كنا بنقول دايما، يعني أحس بالإنجاز وأحس إن إحنا طلعنا بحاجة. كل سنة كده مع بعض إن شاء الله نساعد، وأعتقد إن دور مؤسسات المجتمع المدني لا يقل أهمية أبدا حتى في دول العالم كلها عن الدور اللي بتقوم به الحكومة.